الجهود التي تبذلها الجامعة العربية من أجل حل المشكل في سوريا، وأنها دعت سوريا للتجاوب إيجابيا مع قرارات الجامعة العربية، وأيضا لتوقيع البروتوكول الذي تم اقتراحه. يعني حقنا للدماء، وأيضا دعوة إلى تحرير السجناء السياسيين. من النقاط الأساسية هو مطالبة اللجنة التنفيذية، طالبت السلطات السورية لوقف إخلالها بحقوق الإنسان وسماح للمنظمات الإسلامية والدولية التي تعمل في المجال الإنساني بالدخول إلى سوريا.